كتابات، أنا كاتبة قصص أطفال وروائية ومدربة على فنون الكتابة الإبداعية لطلاب مدارس بلدنا. إحنا كوننا أصدقاء للبيئة ونسعى دائماً إلى أنه مشاريعنا تكون إلها هدف صديق للبيئة، فأوراق المسودات الخاصة بطلابي لا أقوم بالتخلص منها، بل استحدثنا في شركة أوركيد قسم خاص بإعادة التدوير، وقمنا بإعادة تدوير الأوراق لإنتاج منتجات كثيرة، أهمها ألواح الرسم للأطفال وللمحترفين. ألواح الرسم اللي بتنتج من إعادة تدوير المخلفات الورقية لها ميزة تنافسية عالية. الأوراق المسودات اللي بيكتبها الطلاب بل ما تحصل على القصة الصالحة للطباعة ما بنكون بالتخلص منها، كوننا إحنا نموذج لأصدقاء البيئة ومنحاول نكون إنا نموذج للطلاب وللأطفال على المشاريع الصديقة للبيئة. الأوراق هاي نقوم بمعالجتها بعدة طرق وتحويلها إلى منتجات كثيرة، أهمها ألواح الرسم ومنتجات أخرى هي الألياف الورقية، الألياف اللي بيستخدمها طلاب كلية التربية الفنية للنمذجة وتشكيل المجسمات. الأوراق المخلفات الورقية اللي بنقوم ب صناعتها على شكل ألواح تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الفرم، الأوراق هي تدخل إلى المفرمة الكهربائية ومن ثم تخرج إلى مرحلة النقع، ننقعها في أحواض مائية لمدة عدة أيام، بعد ذلك مرحلة تصفية هذه الأوراق من المياه وقولبتها بقوالب، طبعا قوالب اللي عندنا لساتها قوالب بدائية مش حديثة، عملناها وصنعناها بأيدينا. قوالب هذه بتتعرض لحرارة الشمس، بعد أن تجف تماما تقوم القسم الفني يقوم عندنا بتشذيبها وتهذيبها وصنفرتها حتى تصبح بشكل صالح للرسم وللاستخدام من قبل الزبائن. الألواح هذه استقبلت جميع الألوان الموجودة، حتى الألوان التي تستخدم لتلوين الحوائط والأخشاب، استقبلت جميع أنواع الألوان، وكان تغذية راجعة من الفنانين بمختلف مستوياتهم، تغذية راجعة رائعة لاستخدام هذه الألواح الفنية، يقوم برسم ما يشاءون عليها. بالإضافة إلى أنه ألواح الأرديبيل أطلقنا عليها اسم أرديبيل، هي ألواح ممكن إعادة أيضا تدويرها مرات ومرات ومرات، وبالتالي نحن نؤخر من عملية التلوث ونؤخر من عملية استيراد الألواح المستوردة غالية الثمن. بالنسبة لشركة أوركيد كانت من البداية هي منتجة لكتب الأطفال المصورة ذات الجودة العالية، ابتداء من التدريب وعقد ورشات تدريبية مهمة في جميع مناطق التعليمية في البلاد، وأيضا إنتاج الكتب لا يكون كيفما اتصف، يعني نكتب قصة وخلاص، القصة في إلها أساليب تعليم الطفل كيف إنه يعبر عن ذاته، يعبر عن المشاكل اللي بتحطه، ممكن يكون هذا تفريغ نفسي للطفل. عملية تهذيب هذه القصة وتوجيهها بالشكل الدرامي اللي نحن نرسمه من البداية للكتاب وللمخرج النهائي، هذا شغلنا في فريق شركة أوركيد. أنتجنا مئات المئات من قصص الأطفال التوعوية التربوية الهادفة الاقتصادية الصحية الوطنية، طبعا كانت كلها قصص نوعية وممتازة. مع تتبعنا للأطفال اللي كتبوا هاي القصص أصبح عندهم إنتاجات أخرى كثيرة، وهذا مدعاة للفخر ولأن وصلنا بالطفل لبر الأمان من ناحية موهبته الدفينة. بالنسبة للأطفال إنها في ظل الظروف اللي إحنا متواجدين فيها في بلدنا القصة مهمة جدا لأسباب كثير. أولا إحنا الطفل ما عنده رفاهية إنه يشتري قصص كل ما يحتاج إنه يشتري قصة، ولكن إذا حب هو يكتب قصة فعنده هذه الإمكانية إنه يكتب ويعبر عن ما بداخله على الورق.
كتب شركة أوركيد أوريدي موجودة في المناطق التعليمية في وزارة التربية والتعليم في مكتبات البلد، والحمد لله رب العالمين فعلت سلاسل القصص الموجودة في جميع المناطق التعليمية. بالمقارنة باللي موجود إحنا المنتجات اللي الأدبية والكتب اللي بتصدرها شركة أوركيد تضاهي كبريات دور النشر في الوطن العربي وأيضا في العالم. بالنسبة للألواح الرسم المعاد تدويرها، إحنا كان هذا تحدي من البداية إنه إحنا نموذج للانضباط البيئي أمام الطلاب، أمام الأطفال، أمام اليافعين. فلما نكون نموذج حقيقي وفي مصداقية في التعامل مع الطفل، ولما نحكي له إحنا منضبطين بيئيا وأوراقك ومسودات أوراقك عوضا عن أنه نهملها في سلة المهملات، إحنا صنعنا منها أجمل الألواح واللوحات كرسائل منا في وطن محاصر ووطن مهدد دائما بالحروب ومهدد دائما بالكوارث ويقع تحت ظلم دائما من كل العالم.